كي تلقينا خدمة في البحرين نخدم، من بعد الزنزانة تسوى غير السواق، تسوى سيدي الخميس، تسوى غير البر، تسوى غير العلي، تسوى كندوز. بعد السن تجي وخدم غارتي وترى راه السوق كل غداك يخدم غداك، خدمة هذيك في البحرين تكسر لوفيا، تكسر عاد زرع العي في الفلفل، زرع طوماطيش بريباريغ، ما دي لحق جوان نتزو طوماطيش، نتزو الكرنب، خدمة زرع لوك خدمة خدمة مانو نتا غارك سوق كيف نخدم نخدم نتزو نداكيني تسمع انك عايش هكا في حيرت، خدمة مانو تا في حيرت، تا في حيرت فلاح من يدي عاوني نعاون يد الجمعية ينرا وكني عاوني يد يتسمع عاوني يد نتني يديو غنتا يوغا وغني تا يوغا كوني يد الماتريال هاكي فكان يد 18 مليون عرضني هند تروازون خمني يد ندير لي تروازون السنارة غير منسن تا يوغا تقيمين كي من هني دار طلي دار ماشي تسمى فكان يد انا سني ميدوسان نكني ديجا لي روح سياكي لا ديجا بيسكا راسكي زاك مجانا راه كوزا جات 5 سنين خش مع الوزين خدمة كريستور الكتروميناجي تلفزيون يجي اصلا بعد ميدوسان وربعة كي عاونيت وربعة كي الجميع كي بيدي عاونيت نندك نعطي يوغا ما تصغاتني خاصة دوغالا عاوني دو غلط غلط في حيرتي وغلط قيو خدم قت جميل الكرم باقي نخدم زريعة زريعة ينس وتتهضر السوق مثل جرة وشو أي لان زريعة لانك السوق وتسسر موقع سيدي كاليتي. واه سيدي كاليتي وقال كاليتي سبيسيال. وانا نسوق ودي تفغارة كاي. تفغارة مش طحرة. صافي زريعة نسوق وتنسى من هنا. تسد الحكا سلم وسد الدي وتكسى زريعة. تكسى زريعة ينس. تسنخدم كشتي تقطر مليح. وسنخدم مسقيغ. تسمع المقيغ. ومن بعد غير تخدم مسقيغ. باش وتغيرة وتختصرها. ايوه. تتقبك الطوكل. ومن بعد طوماطيش هكي. ما تكس زريعة نزاديت تو غالب تيني نساك نكون سير فينا طبالي Mounir Ben Cherif, le président de l'AREA Aide, contribue à faire connaître les savoir-faire des habitants des montagnes. Son association, basée à Nador, mène diverses actions dans le cadre d'un projet de développement des zones de montagne. هذا يديروا فيهم النار يسخنوا
عندهم ريحه كيما هذه تاع الحجره. بصح هذه خدمتهم ماشي كيما هذه الخدمه تاعهم. كيفاش تخدموها؟ هذا التراب هذا ما نديروش في النار بصغير بسميشه. هذا التراب وحده، وهذه التين هذه تجمر في النار، هذه ما تتكسرش، وهذا تراب. وخلاص هذا ما كان تراب وحده، ما كاش كسر بالداخل. لا كاين الكسب الخاطر ما يوقش وحده، كاين نغطيوه بالقصب ونزيدو له. هذه اللي تاجير هذا تاع القصب صح نعاود نسلغهم ب بالتراب. انا ما نقولش كاع تراب وحده، ما نقدرش نسدو. ما عندك عاد تقول التراب يريب. لا يريب. انا عندي عام اللي درتهم ما داوش بزاف. ما داوش اللي يجي يديرك واحد. ومين يجي اللي كان يجوا من الجزائر، تجي واحد المنغريه يجوا معاها من الجزائر، بصح ما نعرفهاش، تجي واحده برك ما كاش اللي يديو. خطرت نخليهم عام يكونوا فما يديوهمش، نولي نحبس نقولوا برك ما يجيوش، ما نزيدش نخدم حتى يجيو يقول لك ها زيدي. قلت له دروك كيفاش نزيد؟ ماشي وقت نسقم باش نواسيهم. يجيو لي في الشتاء يجيو لي يقول لك تزيدي سقمي منهم، يقولوا اللي يدوماندي في الصيف يقول لك دير 10 يديهم، يقول لك دير 5 يديهم، ما تجي تسقمهم تخليهم في مال خاطر ما عنديش اللي تساوي نخبيهم. Omar Nefsi, le président de l'association des Amis du Mont Chenois, développe des projets de lutte contre l'érosion avec la REAED. Il rêve de voir les terres de ces montagnes à nouveau cultivées. Les agriculteurs impliqués dans ce projet savent que planter des arbres sauvegarde et enrichit la terre. Avec quelques enfants du Chenois, nous avons pensé justement à créer cette association pour valoriser un peu les espaces et aussi redonner à la langue locale sa place. La mazire chenouie qui était très menacée et en voie de disparition. Donc il fallait rapidement créer cette association. Nous l'avons faite en 1989, une des premières associations créées, et demander rapidement le classement du Mont Chenois en parc naturel. Plantation d'oliviers, donc réhabilitation de l'olivier, du figuier mkhloul propre à la région du Chenois pour essayer de lui donner un label, de l'amandier, de l'abricotier, et faire de ces riverains des alliés naturels pour la défense du Mont Chenois.